بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. 5 جنيه الخضرة والموف، 5 جنيه اللي هي الخضرة اللي على اليمين والموف اللي هي على الشمال النادرة جدا، واماكن ومواقع البيع والسعر هنعرف كل ده في الفيديو ده. وممكن تبيع بيع مباشر، وممكن تعمل مزادات، وممكن تبيع عن طرق شركات شحن هنا في مصر، وممكن تبيع كل شيء بالعملات القديمة. لان الناس بتقولك ما بنبيعش، ازاي يعني؟ ما في ناس كتير بتبيع جدا عن الطرق اللي انا هقولها لك دي، والمواقع والاسواق اللي انا هقول لك عليها في الفيديو ده. فركز معايا في الفيديو وشوف الاماكن اللي هقول لك عليها، اماكن بيع العملات المعدنيه والعملات الورقيه داخل مصر. تمام، سهله جدا، وهقول لك على المواقع دلوقتي، وخد اللي انت عايزه. تبيع هنا تبيع هنا، انت حر. البيع في الاسواق غير المواقع طبعا ارخص بكتير. فالخمسة جنيه دي طبعا الاصدار والتوقيع والبرفيكسات صدرت بتاريخ اللي هي 3/11/1961. تشتهر طبعا بخمسة جنيه الخضراء، الخضراء يا جماعه اللي هي قدامكم دي. وقع عليها طبعا عبد الحكيم الرفاعي واحمد زندوب عدد 170 بريفكس، وكل بريفكس 100,000 ورقه، اي اجمالي 17 مليون ورقه، مما جعل سعرها منخفض نوعا ما. تمام، ليه؟ لان كتير منها. وقع الرفاعي عن من سي 11 الى سي 120، اي 110 بريفكس. وقع زندو من سي 121 الى سي 180، اي 60 بريفكس. وسعرها اذا كان بها عيوب بتبدأ طبعا من 40 جنيه وتصاعد بالزيادة كلما قلت إلى أن تصل إلى 200 جنيه وأكثر، اللي هي بحالة الأنصر أو بحالة البنك طبعا، وبدون عيوب من أي نوع أو حسب السوق والطلب طبعا. تمام، فالخمسة جنيه دي طبعا التانية اللي هي الموف دي اتصدرت بتاريخ طبعا 17/6/1964، وتشتري بخمسة جنيه الموف. وقع عليها أحمد زندو فقط. دي طبعا سعرها اذا كان بها عيوب بيبدأ من 40 جنيه وتصاعد بالزيادة كلما قلت العيوب الى ان يصل الى 200 جنيه واكتر، لو هي بحالة الانصر او بدون اي عيوب من اي نوع نهائي او ملاحظات نهائي حتى لو بسيطة، وطبقا لظروف طبعا السوق والطلب وحالة العرض والطلب وحالة اللي بيبيع وبيشتري والكلام ده والتفاوض، هو ده اللي بيفرق في السعر. تمام، بجيب لك بالظبط، وهشوف دلوقتي المواقع والحاجات اللي انت هتعرض عليها بالظبط علشان تعرف تبيع عملاتك فين. تمام، طبعا اماكن ومواقع واسواق وجروبات لبيع العملات والانتكات طبعا والتحف وكل شيء عندك. ممكن تعرض على سوق امازون، ممكن تعرض على علي بابا، ممكن تعرض على سوق اليكس، ممكن تعرض على السوق المفتوح. في عندك بقى الاماكن اللي هي القاهره، سوق ديانا بجوار سينما ديانا وسط البلد، تقاطع شارع عماد الدين مع شارع 26 يوليو، ودي كل يوم سبت من 10 صباحا حتى 5 مساء. عندك في الاسكندريه قفي الصيام، محطه مصر كل يوم 4 من 10 صباحا وحتى 5 مساء. عناوين الفروع طبعا في 18 شارع عثمان بن عفان، ميدان صلاح الدين، مصر الجديد، في طلخة، في المنصورة، في العنوان شارع بستان الدكة. ولو انت طبعا مش من القاهرة او اسكندرية ممكن تتعامل عن طرق شركات الشحن، التسليم مقابل الاستلام، يعني الشركة بتسلم البند تستلم الفلوس طبعا للشحن من واجهة بحري. اكتب في جوجل اسم شركة الشحن فاست للشحن، ولو انت واجه قبلي اكتب شركة رابيدو للشحن. اعتقد كده ما فيش اي حاجة تانية انت محتاجها في العملات القديمة. عندك في لينك جروب جميل جدا اسمه فيكتوريا، ممكن تعرض عليه العملات بتاعتك، وفي ناس هناك محترمة وبتقيم العملات، وفي ناس هناك بتبيع وبتشتري، وممكن يقام عليها بيع بالمزادات وبيع مباشر على طول على الجروبات دي، لان جروبات محترمة جدا. في عندك جروبين تانيين برضو مهمين جدا ممكن تعرض عليهم في التقييم والبيع المباشر وبالمزادات زي ما انت شايف كده، دول تحت هم خالص، هسيبهم لك برضو العناوين دي كلها في الوصف. طبعا لما تبيع في الاسواق او المواقع او الكلام من ده اللي هي السوق المفتوح على بابا واليكس والكلام من ده والجروبات دي بتبقى سعرها عالي شويه، اما لو نزلت طبعا في الاسواق اللي هو في القاهره او اسكندريه او يعني بقيه المحافظات او الكلام من ده بيبقى طبعا سعرها قليل جدا وكلنا عارفين كده. تمام.